السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إن شاء الله النهاردة في Lecture 7 بنتكلم فيها في الكورس بتاع الموبايل أبليكيشن ديفلوبمنت. النهاردة إن شاء الله المحاضرة هتبقى مو انترستنج، هنتكلم فيها على الـ MOS أو الموبايل أوبريتنج سيستم. الأجندة بتاعتنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، هنتكلم عن Introduction to Operating System بشكل عام، ايه الـ Basic Functions او الوظائف الاساسية اللي بيقوم بيها الـ Operating System، طب ايه هو بقى الموبايل Operating System، طب ايه هو الـ Architecture بتاع الاندرويد، هنعرف ازاي نعرف الـ Operating System بتاع اي موبايل ديفايس، هنتكلم على الموبايل Operating System الـ Discontinued والـ Existing Mobile Operating System، وآخر حاجة هنتكلم على التايبس بتاع الموبايل اوبريتنج سيستم. أول حاجة معانا النهاردة يعني اوبريتنج سيستم أو موبايل اوبريتنج سيستم تحديدا. اوبريتنج سيستم طبعا ده حاجة مهمة جدا لأي ديفايس، سواء كان موبايل أو بي سي أو تابلت أو ديسكتوب. مش عايز أقول الموضوع بيشمل أكتر من كده، الأجهزة حتى اللي موجودة عندنا في البيت، الواشنج ماشين والكيتشن ماشين وكل الفود بروسيسورز. ايه ده الاجهزه دي فيها اوبريتنج سيستم؟ ازاي ده ما فيهاش اوبريتنج سيستم؟ ده ما فيهاش ديسك توب، ما فيهاش جي او اي. ده اللي انا عايز اقوله، مش شرط الاوبريتنج سيستم ان حضرتك تشوف منيوز وكليكس وانك ايه تشوف انترفيس وجي او اي، لا. معنى مثلا ان الزرار ده اللي موجود عندك في الفود بروسيسور او في الخلاط بيديك سبيد 1، بيعمل لك اون او اوف، هو ده الاوبريتنج سيستم. بدونه مش هيشتغل. طبعا ده بيبقى دايره كهربائيه متصله بموتور، الموتور بسرعات مختلفه بيزد على الاوبشن او على الكي اللي انت اخترته، الكلام ده هيشتغل. نفس الكلام بالنسبه للديفايس بتاعتنا، وعشان كده بنقول اي ماشين وات ايفر بقى، كانت موبايل كانت كمبيوتر كان تابلت كان اي ديفايس بدون الـ OS كأنه حتة حديدة ملهاش أي لازمة. طيب لو بنتكلم على الـ Operating System، على ده عددها كبير جدا، في منها المشهور في منها الايه مش مشهور، ولها كاتيجوريزيشن كبير جدا على حسب الـ Device اللي هتحط عليه، وعدد كبير جدا يعني. في الكورس ده اللي هو بتاع الموبايل Operating System احنا هنركز على 3 Operating System اللي هما الموست كومنلي يوزد والبوبيولر، اللي هو الاندرويد طبعا اوبريتنج سيستم موجود على سمارت فونز كتير، والاي او اس اللي هو بتاع الماك، والويندوز اوبريتنج سيستم اللي كان على الموبايلات لفتره كبيره وهو كمان. بس دلوقتي هنتكلم بشكل عام يعني او اس اوبريتنج سيستم وهي الفانكشنز بتاعته. زي ما حضراتكم شايفين نقدر نوصف الاوبريتنج سيستم، حد يسألك يعني ايه او اس وانا بنقصده او بنتكلم بيه بشكل عام، الشرط بتاع الموبايل تقدر حضرتك في كلمتين تقول هو ريسورس مانجر. يعني ايه ريسورس مانجر؟ يعني المدير اللي بيمانج الريسورسز بتاعتي، والريسورسز دي تشمل حاجتين، هاردوير وسوفت وير. تمام، او الراجل هو بيقول لك اهو اوبريتنج سيستم is defined as a resource manager. Operating system handles all the hardware and software resources in the computer. طيب وكمان هو بيوفر الـ communication medium، و medium هنا المقصود بيه اللي هو السنجولر بتاع كلمة media، اللي هو زي ما حضراتكم شايفين في الرسمة دي في النص، هو الـ OS connected بالـ users بالـ hardware بالـ application بالـ processes. خلاص، اللي درس طبعا كورس او اس هيفهم يعني ايه البروسيس دي، اللي اسمه الانستراكشنز تو دو سبيسيفيك تاسك، كانه برنامج صغير يعني عشان الناس لو ما درستش لسه الكورس ده تبقى فاهم يعني ايه البروسيس. طيب هو زي ما حضراتكم شايفين ليه في النص، عشان هو اللي بيكومنيكيت ما بين ده وده وده وبيعمل ايه المانجمنت دي. طب لو جينا بقى نتكلم على الاوبريتنج سيستم، هو بس وظيفته المانجمنت بتاع الريسورسز، ولا له بيزك فانكشنز تانية وحاجات ووظائف تانية وجوبز تانية بيعملها وتاسكس تانية بيعملها؟ ايه هي بقى بعض البيزك فانكشنز اللي في الاو اس؟ بريفرال ديفايسز مانجمنت، وطبعا المقصود بريفرال ديفايس يعني اي ديفايس بيكومنيكيت بيه اكسترنال، وداتا فايل مانجمنت، وميموري مانجمنت، وبروسيس مانجمنت. هتلاحظ سبحان الله كل فانكشن من دول فيها كلمه ايه؟ مانجمنت. عشان كده ما وصفنا الاو اس بشكل عام هو ان ايه؟ ريسورس مانجر، مدير الريسورسز كلها سواء كانت هاردوير او كانت سوفت وير.
لما نيجي نتكلم بقى على البيزك فانكشنز بتاعت الاوبريتنج سيستم واحده واحده من الايتمز اللي قلناهم في السلايد اللي فاتت. فاول حاجه عندي يعني ايه كلمه بريفرال ديفايسز مانجمنت؟ يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك هو الاو اس مسؤول عن الكوميونيكيشن ما بين الديفايس الفاريس ديفايسز، كل الاجهزه اللي هي طبعا ايه بتكونكت بيه انترنالي وايه واكسترنالي والدرايفرز كل ده، وكمان ايه بيكيب تراك اوف every connected device in the system. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيتتبع وبيفولو اب كل الهاردويرز اللي عنده، لو هاردوير حصل له disconnected failure كل ده بيبقى متسجل عنده في ايه في لوج فايلز. طيب ايه بقى هي اليونت اللي بتكيب تراك اوف الديفايسز ديت، معروفه بايه عند الاو اس؟ انبوت اوت بوت كنترولر او اللي هو اختصارها طبعا اي او اي كنترولر، هي دي اللي بتايدنتفايز وبتأساين البروسيسز تو مين الديفايسز دول فور سبيسيفيك ديوريشن. يعني ايه الكلام ده؟ عشان بس الناس ما تقولش انت بتقرا السلايد، ببساطه شديده هي مثلا لما الاوبريتنج سيستم حضرتك فاتح برنامج الوورد ادي ابلكيشن، وبعدين رحت على المنيو بتاع فايل وكليكيت برنت، ده كده كوماند ليك وكوماند لمين؟ لبرنامج الوورد اللي هو بعد كده هيبعت الداتا دي عبر الكيبل سواء وايرد او وايرلس، او فالاوبريتنج سيستم مسؤول عن الكوميونيكيشن دي والكونكشن دي، وترانسفيرنج الداتا دي لمين؟ للبرنتر اللي هيبتدي يطبع وينفذ الامر بتاعك. تمام؟ فهو ده الراجل اللي بيقول هو يعتبر ايه اليونت بقى اللي بتقوم بدي بالعمليه اسمها ايه؟ انبوت اوت بوت مين؟ كنترول. طب افرض بقى حضرتك تمام اديت امر للبرينتر او لبرنامج الوورد برنت وانت مش موصل الكونكشن، مش بتجي لك مسج اوليه مسج برينتر از نوت كونكتد بلاش، بتجي لك ايه اوت اوف بيبر، بتجي لك طب مين اللي بيتهندل وبيتراك اوف؟ هو الاوبريتنج سيستم. وصلت؟ طيب ايه تاني نكمل؟ ات الوكيتس اند دي الوكيتس ذا بروسيس تو ديفايسز ان ان افيشنت واي. يعني هو اللي بيالوكيت يعني بيحجز او بيخصص البوس، قلنا اللي هي اوام صغيره تاسكس سمول بروجرامز بينفذها على الديفايسز، طبعا لان احنا بنتكلم فين بريفرال ديفايسز مانجمنت. حضرتك حطيت دي في دي جوه الدرايف بتاع الدي في دي، ادي ديفايس اهو متكونكت عليه، حضرتك اديت امر يا اوبريتنج سيستم اقرا دي، لا هو اوتوماتيك لقط ان حضرتك بما انك حطيت الديفايس ده يبقى انت هتاكسسه، فهو اوتوماتيك بيريد الداتا اللي فيه. ذا سيم ثينج هابنز مع الفلاشايه، فاي بريفرال ديفايس او اكسترنال ديفايس بيتعامل مع مين؟ الاوبريتنج سيستم، عشان يبقى ريدي لاي فانكشن او اي تاسك انت تطلبها، سواء هتبرنت هتبص هتريد قول لي اللي انت عايزه. دي اول فانكشن. تاني فانكشن في من البيزكس اوبريتنج سيستم اللي بيقوم بيها داتا فايل مانجمنت. داتا فايل مانجمنت يعني ايه الكلام ده؟ هو اللي بيقدر يخليك تعمل نافيجيشن للداتا فايلز وللفايل سيستم، بيقسم لك الفايلات في صوت دايركتورز وسب فولدرز منها. زي ما احنا عارفين فولدرز دي بقى بتبقى او السب دايركتورز دي ممكن هي اللي بتحتوي فعلا مين؟ الفايلز. تمام؟ مثال الكلام ده عشان الناس تبقى مستوعبه كلامي، زي ما بتفتح الهارد ديسك في عندك بارتيشن سي ودي واي، طب جوه البارتيشنز دي فيها فولدرز ماي دوكيمنت وماي باكيتشر ومش عارف وداتا وداونلودز، جوه الداونلودز دي في سب دايركتورز اخرى، وبعدين تلاقي فايل وورد، وبعد كده تلاقي فايل ام 3، وتلاقي فايل فيديو، هي دي الفايل. الطريقه دي مين اللي بيقوم بيها وبيورجنايزها والمسؤول عنها؟ هو مين؟ التاسك بتاع الداتا فايل مانجمنت اللي هي جزء من البيم فانكشنز بتاع مين؟ الاوبريتنج سيستم. طيب وبس؟ لا، والاوبريتنج سيستم بيمنتين اللوج اوف انفورميشن خلاص مع مين؟ مع الفولدر، مع ايفري فايل جوه الفولدر ده. زي ايه؟ ايه الداتا اللي يعني بيمنتين بيصين اللوج انفورميشن اللي هي زي ايه؟ يعني حضرتك مثلا الفايل ده اللي هو مثلا اي حاجه بي بي دوت ام بي 3 موجود على ماي ديكو، جيت حضرتك رحت عامل له كات ونقله من السي حطيته على الدي، بيعمل ايه؟ بيغير في الفايل اللوكيشن تيبل او الفايل سيستم بتاعه مكانه من اللوكيشن ده اللوكيشن ده وتبعيته للبارتيشن من ده لده. مين اللي بيعمل ده؟ العمليه دي اسمها مينتيننج او مينتيننس. جيت فايل ديليت، طب ما انا لازم اسجل ده كامين كاوبريتنج سيستم، فهو ده المقصود بمينتيننج اللوج فايل اللوج فايلز اسف. طيب زي ايه بقى المعلومات اللي بيعملها مينتين تاني؟ اللوج اهو اول حاجه قلنا اللوكيشن بتاع الفايل مكانه فين على الهارد ديسك، اليوزرز اوف ذا فايل مين اللي من حقه ياكسس الفايل، ايه ده ايه ده
وانا ممكن اعمل الكلام ده على الفايل. اه زي ان حضرتك مثلا ما تعمل باسورد على الفايل، ما تخلي الفايل ريد اونلي، يبقى انت كده اتحكمت في اكسنج الفايل. اه اديت اوف كرييشن، تاريخ الفايل ده اتكريت امتى على الجهاز بتاعك. طبعا احنا بنتكلم ايه تاني يا شباب، على الاوبريتنج سيستم بشكل عام. نفس الكلام ده والله اللي بنقوله بشكل عام تقدر تطبقه على الفايلات اللي على الموبايل، الفايلات اللي على البي سي، اللي على التابلت، اي ديفايس في الدنيا. طيب الاكسس رايتس، مين اللي من حقه يأكسس الفايل ده؟ قلنا قبل كده كلمة اكس عندنا في الكمبيوتر ساينس مينز ريد او ايه او رايت. طيب الانفورميشن دي هي اللي هتمكن الاوبريتنج سيستم ان هو يالوكيت او دي الوكيت ريسورس. يعني ايه الكلام ده؟ كلام ثيوريتيكال؟ لا، الوكيت يعني كانك بتحجز حاجه او بتخصص حاجه، ودي الوكيت العكس بتاعها، انك تفري الحاجه دي. ازاي الكلام ده؟ يعني حضرتك اما تدي برضه نفس قبل الاكزامبل بتاعنا السابق، امر برنت للديكومنت من فايل وورد، خلاص والكابل متوصل وده البرنت، هيفضل بقى يفضل البرنتر متالوكيته محجوزه للملف اللي انت فاتحه ده. على ترفض البرنتر دي كانت على نتورك شير، معمول لها شير، هيقول لك استنى انت ما قفلتش برنامج الوورد او الاوبريتنج سيستم ما قفلش الكونكشن دي، فهو مخلص صباعه، استنى بقى ما يخلص. لا طبعا، فهو الاوبريتنج سيستم مسؤول، انت خلصت التاسك دي اقفل. حضرتك مثلا عملت ده، وصلت فلاشات بعد ما بصيت عليها والداتا بتاعتها خلصت ورحت شايلها، انا بقى افضل فاتح او حاسس ان الفلاشات موجوده؟ لا، وظيفه الاوبريتنج سيستم انها ما يحصل لها ديسكونكت يعمل لها ايه؟ دي الوكيت. فده كله تبع التاسك اللي اسمها داتا فايل مانجمنت. وات ايلس؟ ميموري مانجمنت. بسم الله ما شاء الله، شوف، خد بالك من التاسكس بتاعته، يعني عمل مينتيننس للفايلات اللي على الهارد ديسك وعلى الميديا والديفايس، وبيعمل مينتيننس لمين؟ للبرايمري ميموري، اللي هي مين يا شباب؟ الرام. طبعا مش الروم، عشان بس نبقى ايه واضحين. زي ايه بقى؟ لو قلت لك مثال قبل كده في الكورس بتاع الداتا ستراكشر وقبل كده فايل ستراكشر، بس خلينا على الداتا، ان حضرتك لو قعدت تكتب في الميموري، تكتب في الميموري في الكودينج والبروجرامينج وتحجز ستراكشر هياخد كام بايت، على اري ياخد كام بايت، على مش عارف انتجر كام بايت، وكان الكومبايلر بتاع اللانجوج اللي انت بتمبلمنت بيها ما بيعملش فري لمين؟ للفاريبلز اللي انت بتحجزها دي كلها، ايه اللي هيحصل للميموري؟ فاكرين؟ قلت الكلام ده قبل كده، هتتملي الميموري. واللي يحصل؟ هيحصل الكمبيوتر يخش في ايه؟ في حاله اسمها كمبيوتر از هانجنج، اللي هو بيهنج. يعني بيهنج ان الكمبيوتر معهوش ولا بايت فاضيه يستقبل فيها اي كوماند منك. ليه ده سببه؟ عشان ما بيحصلش ميموري مانجمنت. يعني ايه ميموري مانجمنت؟ مش انت كنت بتعمل شغلانه في البايتس دي، خلصت شغل عليها؟ ايوه. طب لو سمحت فضها لي. الفانكشن دي بتاعت مين؟ بتاعت الاوبريتنج سيستم. بس في الكود بقى والبرمجه عشان بس اكون دقيق، الفانكشن دي بتاعت مين؟ بتاعت الكومبايلر. بعد ما بتخلص بيفضي لك الفاريبلز الانتجر والدبل والفلوت وكده، ما عدا لو فاكرين مين اللي انت حجزته دايناميك بنفسك، البوينتر اللي عملته دايناميك الوكيشن، لازم انت في اخر برنامج تديليت واسم ايه؟ البوينتر، تفضيه بنفسك. نفس الكلام ده بقى ناخدها على سكيل كبير، مش على برنامج صغير زي الكومبايلر بتاع اللانجوج. مين؟ الاوبريتنج سيستم. حضرتك شغلت ام بي 3، فتحت ويب براوزر، شغلت جيم، كل ده بياخد منين؟ من الميمو. طب قفلت حاجه منهم؟ انا كاوبريتنج سيستم بقى التاسك ليا ان انا افضي مين؟ الميموري دي واعمل لها مانجمنت. وصلت؟ فالخلاصه ان الميموري مانجمنت ده هو المسؤول عن البرايمري ميموري اللي هي الرام. الرام دي عباره عن ايه؟ ممكن توصلها انها مجموعه من السيلز، كل سيل دي بتمثل لي داتا او بايت، خلاص؟ المفرد بتاعها داتا، بيبقى لها لوكيشن معين، البايت رقم كذا وادرس معين، وطبعا ده هيكسا ديسيمال، تمام؟ معظم الشغل ما بين الميموري بيحصل وان تو كورسبوندنس، يعني كونكشن مباشر مع السي بي يو سنتر بروسيسنج يونت، بتحط داتا، بتجمع، بتطرح، الكلام ده بتستخدم على طول مين؟ الميم ميمو. طب ما بتستخدمش الهارد دي، ما بتستخدمش الفايلز دي، عشان طبعا الرامات زي ما حضراتكم درستوا سابقا انها ايه؟ كويك فور اكسنج، سريعه جدا ان انا اكسسها واتعامل ايه معها. خلصت بقى وطلعت الفاينل ريزلت، هو ده اللي ممكن اكستراكته على السكرين، اطلعه لك على الشاشه، احطه على فايل، اسيفه في ايه؟ في فايل. طيب وظيفه الاوبريتنج سيستم ايه؟ ان يعمل ايه؟ ميموري مانجمنت. اخر حاجه بروسيس مانجمنت، وزي ما قلت لحضراتكم دي البروسيس دي عباره عن تاسك صغيره او سمول بروجرام بينفذ مجموعه من انستراكشنز بسيطه، دي اسمها ايه العمليه دي؟ بروسيس، خلاص. فالاوبريتنج سيستم هو اللي بيعمل مانج لمين؟ للالوكيشن بتاع البروسيسور،
to various processes. بيبقى طبعا في السي بي يو ما عنديش بروسيس واحده، ده عندي مجموعه منين؟ من البروسيسز. البروسيس دي مين اللي بيقوم بتنفيذها ومين اللي بيكسكيوت الكلام ده؟ هو مين؟ البروسيسور. فبيحصل بقى ايه؟ اللوكيشن، هي بروسيس ونفذ دي الاول، لا لا استنى نفذ دي، طب نفذ دول مع بعض. وطبعا بيبقى فيه في كلاسيفيكيشن ناس الاوبريتنج سيستم اللي هي البروسيس اللي ممكن سيكونشالي تتنفذ، وفي البروسيس اللي هي تعمل ايه؟ سيمنتيليسلي او ات ذا سيم تايم في نفس ايه الوقت، وتخصص لها تايم سلاين او تايم سلايس او فيكسد بيريود، فتره معينه يقوم ايه البروسيس وينفذ الكلام ده اللي هي معروفه باسم ايه؟ البروسيس سكادولينج، او مين يتنفذ قبل مين او امتى او بياخد وقت ايه قد ايه. طيب وظيفه الاوبريتنج سيستم انه يعمل ايه مع البروسيس دي؟ يتراك الستيتس بتاع البروسيس دي، خلصت لسه، محتاجه ريسورسز، محتاجه هاردوير، هو اللي مانج الكلام ده. تمام. طيب اليونت اللي مسؤوله عن اكسكيوتنج الاكتيفيتي معروفه باسمها ترافيك كنترولر، هي دي اللي بتالوكيت يعني تحجز بروسيس وبينفذ البروسيس دي، وفي نفس الوقت بتعمل العمليه العكسيه اللي هي بتدي الوكيت البروسيس ودي لما خلاص التاسك خلصت او مش محتاج اي حاجه تاني ينفذها. كل اللي اتكلمنا عنه سابقا هو الاوبريتنج سيستم بشكل عام. طيب وده مش التارجت بتاعنا، دي انترو. التارجت بتاعنا يا شباب نتكلم على الموبايل اوبريتنج سيستم. زي ما حضراتكم شايفين في السلايد ديت، في عندي اوبريتنج سيستمز كتير جدا ديديكيتد للموبايل زي السيمبيان، ويندوز موبايل، اندرويد، ايفون او اس، بلاك بيري او اس، لينكس، بالم او اس، وفي حاجات تانية كتير. ايه هو بقى الموبايل اوبريتنج سيستم؟ برضه ده سيستم سوفت وير، ما ينفعش اصنفه ابلكيشن سوفت وير ولا سيرفيس سوفت وير. سيستم يعني هو ده برنامج النظام اللي بيورجنايز، هو المسؤول عن ايه؟ يوبريت، يشتغل على مين؟ على الموبايل ديفايس. طيب السوفت وير ده بقى بيسمح لي بايه؟ بيعمل لي ايه؟ هو ده الاساس اللي بترن عليه او فوقيه الابلكيشنز والبروجرامز التاني. زي عشان بس الناس بس تبقى فاهمه الكلام ده، حضرتك معاك موبايل اندرويد صح؟ ايوه. ينفع تشغل برنامج واتساب او فيسبوك او اي اب او جيم والعده دي الاوبريتنج سيستم بتاعها مهنج او ما بيشتغلش؟ طبعا لا. عشان كده هو ده الكلام بيقوله، الاو اس بتاع الموبايل ده ايه؟ سيستم سوفت وير، مش برنامج، مش سوفت وير عادي، ده بتاع السيستم او بيسموه الفيرم وير بتاع السيستم. ماله؟ طيب ما تقدرش تشغل اي ابلكيشن او بروجرام على اي سمارت فون او موبايل فون او تابلت او هاند هيلد ديفايس الا لما يكون ايه؟ الاوبريتنج سيستم عليه. طيب انا قلت قبل كده ان في فرق ما بين الموبايل فونز والسمارت فون صح؟ بفكر حضراتكم ايه الفرق؟ يقول لك ما ده اخر فون وده اخر فون، يبقى الاثنين زي بعض. لا طبعا، موبايل فون هو التليفون القديم بتاع زمان اللي انتوا ممكن قبل ما تتولدوا اساسا كان الناس بتستخدمه، اللي هو مجرد عده بتتصل وتستقبل بيها تليفون ودومتم وتبعت اخرك اس ام اس. تمام. السمارت فون اتحول اسمه من موبايل فون لسمارت بعد ما اتحط عليه او اس. ليه؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، الاو اس احيا العده دي وخلاها سمارت. الناس بس بتفتكر او بسمع سمارت موبايل بقى فيه اي اي اللي هو ارتفيشال انتليجنت. لا طبعا، وجه السمارتيه هنا ان هو اتحط عليه اوبريتنج سيستم فسمح لي بفاريس ابلكيشنز اقدر اعملها انستولنج على العده دي، فبقى عندي تطبيقات كتير وسيرفيسز كتير، ما بقاش تليفون عادي. تمام. وانا قلت الكلام ده ايه قبل كده ايه بس جاست تو ريمبر. اوكي، بجانب بقى البيزك فانكشنز اللي بيقوم بيها الاوبريتنج سيستم سواء الاوبريتنج سيستم العادي او موبايل او اس. تمام. طبعا احنا عارفين موبايل او اس ده بيتعامل مع حاجه مهمه جدا، الواي فاي كونكتيفيتي والسيلولار كونكتيفيتي. تمام. عشان ايه؟ ياكسس الديفايس دوت ويقدر يتعامل مع شبكات زي الانترنت، وتقدر تبعت فايلات انت وزمايلك سواء بلوتوث او الواي دايركت واي فاي او الايه بالابلكيشنز المختلفه زي الدايركت شير واللي حضراتكم عارفينها كويس، وده مش مجال ان احنا ايه نتكلم عنها تفصيل. طيب ايه الموبايلات بقى دلوقتي؟ الموبايل فونز مالها؟ إيه اكثر استخداماتها ايه؟ رغم انها اتحط عليها اوبريتنج سيستم لكن الناس كلها بتشيك على الميلز بتاعتها، المعظم طبعا بيبلاي جيمز، ممكن بيتابع بيفولو اب النيوز، خلاص ممكن يعمل فيديو كولز. دي الموست يعني سيرفيسز او ابلكيشنز الناس قوي بتستخدمها مع مين؟ الموبايل، غير ان هو يبقى ايه؟ يبقى جاست موبايل عادي. طبعا ما انساش السوشيال ميديا
الحاجات الناس بقت عليها ليل ونهار دي، والتويتر والفيسبوك والكلام ده. الديفلوبمنت بتاع الفانكشنز بتاع الموبايل فونز ادى بيها الى انها تبقى قريبه قوي من الكمبيوتر سيستم، لان ايه بقى في ديفلوبرز كتير، وبقى في ديفلوبمنت وتطوير كتير، وبيحاولوا كل الابليكيشنز طبعا يوم عن يوم اللي هي تقدر ترنها على الديسك توب بي سي او اللابتوب يحاولوا يحطوا زيها. طبعا ما بتبقاش يعني بالفول فيتشرز ولا بالامكانيات دي، بس على الاقل بتحقق رغبات اليوزر عادي، ويقدر ايه يتعامل معاه زي برامج اللي هي بتاع عرض الصور وتقطيع والفيديو والكلام ده والتسجيل ومش التسجيل. كل ده كان متاح طبعا للديسك توب او البي سي العادي، لما طبعا بقى متاح للموبايل ده بقى حاجه عظيمه. والسبب في كده والفضل في كده هو مين؟ الديفلوبمنت لمين؟ للاو اس. بقى في عندنا ايه بقى نتيجه الديفلوبمنت الهائل في الاو اس ده؟ هاندردز اوف ثاوزند من الابلكيشن موجودة افيلابل فين؟ على الويب ستورز والماركت ستورز بالابديتس بتاعتها، زي انك في بقى في نيوز ابلكيشن، بقى في جيم ابلكيشن، وكمان نيوز ابلكيشن ده بيتابديت الاخبار على حسب السيتي او الكانتري اللي انت فيها، وفي جيم اب وتقدر تكومنيكيت جلوبالي مع الناس، وبقى في يعني ثورة جديدة جدا في الموبايلات والابلكيشنز بتاعتها بسبب الديفلوبمنت بتاع الموبايل اوبريتنج سيستم. طيب لما نيجي نتكلم على الليرز بتاع الموبايل اوبريتنج سيستم، هنلاقيه بيتكون ببساطة من 3 ليرز. لما نيجي نبص على الرسمة اللي قدام حضراتكم دي ونعمل لها اناليسز، هنبص عليها منين؟ من تحت لفوق. أول لير اللير زيرو هي الهاردوير، ودي في أي أو إس يعني في أي سيستم أول حاجة بنتكلم عليه هو الهاردوير، المكان نفسه والديفايسز نفسها، ودي بتتكون من حاجتين: الديفايسز بتاع الهاردوير والثيرد بارتي هاردوير، هنشوفهم ايه هم. تاني لير او الميدل لير هي اسمها موبايل او اس الاوبريتنج سيستم بتاعها، ودي لير 1 ده الليبل بتاعها، بتتكون من 3 حاجات: سيستم لايبريز وثيرد بارتي لايبريز وسيستم سيرفيس. تمام، طبعا هنلاقي معظم الحاجات دي في اخرها كلمه لايبريز، اقرب للسوفت وير من مين؟ من الهاردوير. لكن هنا في اللير اللي تحتها بما ان كان ديفايس مع هاردوير، ثيرد بارتي هاردوير، فهي ايه اكثر تميل لمين؟ الهاردوير. نطلع بقى على الوش خالص واللير الاخيره بتميل، بتبقى لايت خفيفه كده، خفيفه يعني ايه؟ ابلكيشن لير، يبقى فيها ديفايس ابلكيشن والثيرد بارتي ابلكيشن. ايه قصه الثيرد بارتي اللي عماله تتكرر معانا دي وتطلع معانا في اللايرز كلها؟ هنعرفها ايه كمان شويه واحنا بنشرح اللايرز دي تفصيلا. خلاص هبتدي نتكلم على لير زيرو اللي هي الهاردوير اهي، وتحديدا طبعا اللير زيرو اللي هي الهاردوير قلنا بتتكون من حتتين: الديفايس هاردوير ومين؟ والثيرد بارتي هاردوير. دلوقتي احنا هنتكلم على الديفايس هاردوير، والسلايد التانية الثيرد بارتي ايه؟ هاردوير. ماشي، ايه بقى الديفايس هاردوير دي؟ معروفة، هي كل الكومبوننت الفيزيكال طبعا اللي امسكها بايدي الماديه اللي هي بيكون منها الموبايل، كل اي السيركتس الاي سيز السكرين السبيكر الكاميرا كل حاجه، كل حاجه تقدر تتكلم فيها كهاردوير هي دي. خلاص هو ده اللي الراجل قايله هنا. ماشي، طبعا الهاردويرز دي بيحصل لها ديزايننج بطريقه معينه مش عشوائيه، بحيث انها تحقق السوفت وير ريكويرمنت. ولذلك الناس اللي غاويه جيم وتحديدا بابجي هتلاقي مش بتقدر بابجي او الابديت بتاعها الجديد ينزل على كل سمارت فون. ليه؟ عايز امكانيات معينه، يقول لك لا تيجي. او طبعا لو في ناس معينه شغاله على طول بتحب تجرب على الويب على البلاي ستور او الماركت ستور بتاع ابل انها تنزل ابلكيشن او تشتري ابلكيشن، لا يقول لك ايه الابلكيشن ده مش كومباتبل مع الديفايس بتاعك. كلمه مش كومباتبل دي جابها منين؟ تبقى متضايق وتبقى مخنوق، او لو انت مش فاهم حاجه تقول ايه يعني ولا يهمني. القصه دي جت منين؟ ان احنا قلنا دلوقتي في كده في نوع من التنافسيه او الصراع ما بين الهاردوير والسوفت وير. ازاي الكلام ده؟ ناس ما بتنزل سوفت وير دايما بتنزله على اخر هاردوير معايا، فبالتالي هي دي اللي بنقول مش كومباتبل، فتلاقي الامكانيات بتاعتك مش متظبطه عليه. عشان كده بنقول دايما ايه ان الهاردوير ده بيتصمم او بيتديزاين بطريقه معينه بحيث يحقق السوفت وير ايه ريكويرمنت والابلكيشن، اكبر عدد من الابلكيشن تسمح انها ايه ترن عليه وتتنفذ عليه. سمعنا عن كلمه الثيرد بارتي هاردوير، فيها كلمه هاردوير. طب الله، طب ايه عباره عن ايه؟ قولها لنا.
هتلاقي برضه فيزيكال كومبوننت بتاع الموبايل ديفايس. يا جدعان دماغي، طب ما اللي فاتت برضه كانت فيزيكال كومبوننت بتاع الموبايل ديفايس، ايه اللي خلاها سيرد بارتي؟ لا بدنا ببساطة هي كومبوننت في قلب الديفايس بتاع الموبايل لا تخص هذا الفاندر او المانيفاكتشر. مين يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك انا بتكلم على عدة هواوي، بتكلم على عدة سامسونج، ماشي؟ ايوه، مالها بقى العدة دي؟ جبت لها انا هاردوير اكسترنال بتاع مثلا ابل، خلاص الايرفون اللي هي سماعات الودن بتاع ابل، او جبت لها البريسلت بتاع هواوي. ايوه، ينفع يكومنيكيتوا مع بعض؟ واحد يقول لك كيف، يقول لك لا ما ينفعش. الايفون تاخد الساعه بتاعته او البريسلت بتاعته او الحاجه بتاعته، سامسونج تاخد بتاعته. طب افرض الشركه دي ما عملتش، خلاص بقى تموت وتندفن، او انا بقى ككلاينت عادي ازعل؟ لا. فالناس عملوا ايه؟ فين في الاوبريتنج ثيرد بارتي هاردوير. ايه الهاردوير اللي هي متصنعه من فاندر غير بتاع الديفايس موبايل ده، وتقدر تكومينيكيت او تقدر تاخد منها داتا وتبقى كومباتبل مع ده، مع مين؟ مع العده بتاعتك. وصلت الليله دي؟ يا رب تكون ايه وصلت. وانا بيدي امثله كتير جدا على البي سي، واخد لي بالك؟ طبعا هايلايت لك على مين اهو، الهاردوير والفيزيكال كومبوننت بتاع السيستم which is not supported by the original main manufacturer is known as a third party hardware. خلاص المثال اهو، لو معاك اسس لابتوب وعملت له ابجريد، انك عملت تقدر تعمل انستول للثيرد بارتي هاردوير. زي ايه؟ انك تركب في اللابتوب ده انتل فيديو كارد. لا 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 لا، الشركه المصنعه للابتوب اسوس، لكن الديفايس اللي انت عملته انتل. طب يا ترى في ثيرد بارتي هاردوير سبورت؟ اه في، لكن لو ما ينفعش مش كومباتبل مش هيبقى فيه. طيب هارد درايف في وسط الديجيتال تكنولوجي مش تبع اسوس، مش الهارد درايف او الهارد ديسك ده تبع اسوس، بس نتيجه يشتغلوا مع بعض. اه، نتيجه مين؟ الثيرد بارتي هاردوير. فهمنا كده؟ او الهاردوير ده از نوت بري انستولد وذ ذا لابتوب، ما كانش جاي مع اللابتوب اصلا، ولكن جه بكمبانيز اذر ذان اسوس، بشركات ثانيه. سو ذي ار كولد ثيرد بارتي هاردوير. يا رب تكون الفكره ايه وصلت في البي سي او اللابتوب العادي، او حتى يعني مين الموبايلات، نفس الايه، نفس الفكره ونفس الايديا. طيب يبقى كده احنا خلصنا اللير 1. ايه تاني؟ هنفتكر اللير 1 اللي هاردوير، اتكلمنا عن الديفايس هاردوير، والثيرد بارتي مين؟ هاردوير. الهايلايت دلوقتي على مين؟ على لير 1. هي دي كانت لير 0، سوري، دي لير 1. بتتكلم عن مين؟ عن موبايل او اس، وهنتكلم فيها على ثلاث حاجات. سيستم لايبرز، اه ده دي بقى فيها الايه؟ حاجات بقى ايه؟ اللايبرز زي كده، الناس البروجرامرز المفروض تبقى فاهمه كلامي. لو حضرتك لما تيجي تكتب كود ممكن تستخدم، تعمل هاش انكلود او تعمل يوزنج نيم سبيس لايبر فايلز معينه، وتستخدم بلت ان فانكشن معاك. فلما اقول لك سيستم لايبرز يبقى دي لايبرز خاصه بمين؟ بسيستم، يعني الاوبريتنج سيستم، مفهوم. ثيرد بارتي لايبرز، ودي مهمه. قال طب ليه بقى تاني تظهر معانا؟ مش انت حضرتك تحت في اللير دي قلت ثيرد بارتي هاردوير؟ ايوه، يعني انت بتسبورت الهاردوير غير، لو بقى بنتكلم على ليفل موبايل، غير الشركه اللي مصنعه لك موبايلك. ايوه، يبقى لازم يبقى عندك اللايبرز بتاعتها. امال هتستخدمها ازاي؟ وتقدر تقرا منها داتا ازاي؟ وتكلمها ازاي بشركه غير اللي مصنعه؟ وهيبقى معانا سيستم سيرفيسز، ودي مهمه جدا، ليها خدمات تبع مين؟ السيستم دي يعني الاو اس، لان كل اللير دي بتتكلم عن موبايل مين؟ او اس. هنمسك كل واحده ايه دلوقتي بنتكلم عنها. السيستم لايبرز، شايف اول حاجه اللي هي ايه ديت؟ اللي هي تعتبر ايه؟ دي ار ان بيلت سوفت وير ريسورس، هي مبنيه اساسا فين؟ في الريسورسز بتاعتك، وديفلوب عشان تعمل ايه؟ تسهل الفانكشن بتاع السيستم ابلكيشن. زي ما حضرتك كده بنسالك، هم ليه مثلا عملوا الكلاس اللي اسمه سي ماس، او الماس اللي في السي بلس بلس، وبتاع حضرتك بتعمل له انكلود او يوزنج نيم سبيس، عشان تقدر تنادي على الساين والكوزاين والتان والكلام ده كله من غير ما تمبلمنت، عشان يسموث البروجرامنج بتاعك، البروجرامنج بتاعك يسهل عمليه البرمجه. وفي بقى الكونفيجريشن، وفي مسج تمبلت، ويساعدك في كل الكلام ده. طيب السيستم لايبرز دي عباره عن ايه؟ قربني منها اكتر. هي عباره عن بروجرامز، يعني ده سوفت وير. خلاص سيبنا اللاير بتاع الهاردوير، واحنا دلوقتي فين؟ في حاجات ايه؟ سوفت وير ديفلوبد ليه؟ عشان هي تبقى البيز، يعني الاساس بتاعي لمين؟ للابلكيشن بروجرام. اي برنامج بقى يرن بعد كده وهيستخدم سيرفيس معينه، بينادي على مين؟ على السيستم لايبرري دي، عشان يبسط ويسهل الرننج على مين؟ على الديفايس بتاعي. زي ايه بقى؟ فور اكزامبل بلينج ا جيم موبايل فون ريكوايرد، عشان تقدر تلعب جيم
على الديفايس بتاعك او الموبايل بتاعك، ده بيتطلب جرافيكس لايبراري تبقى موجوده فين؟ جوه الاوبريتنج سيستم، عشان يقدر يشغل لك الجرافيكس الكويس والجميل ده، يبقى فيه سموزنس في الحركه، ما تلاقيش الصوره مشلوله او بطيئه او الكلام ده. برضه نفس الكلام ايه؟ سيميلرلي، ان انا مثلا اسموث الفانكشن بتاع السيستم والسيستم لايبرز ار نيدد، عشان اخلي بقى باي انالوج، يعني ده هو بيبصها لك انك انت في الحته دي انت محتاج تلعب جيم، فعايز كارت الجرافيك كويس وايه اللايبرز بتاعت الجرافيكس عندك. عايز ليه بقى موجوده السيستم لايبرري دي؟ عشان تبسط وتسهل مين الفانكشننج بتاع مين؟ بتاع السيستم ان جنرال او الاوبريتنج سيستم. الثيرد بايت لايبرز هيديك مثال عشان الناس تفهم اكتر زي ايه. احنا خلاص فهمنا عن ايه الهاردوير. الثيرد بايت هي هاردوير، بيقول لك ايه؟ دي سوفت وير ريسورسز ريكوايرد مش اوبشنال عشان تقدر ترن او تقلل الثيرد بايت ابلكيشن. ابلكيشن زي ايه؟ زي الفلاش بلاير مثلا، ده ريكوايرد لبعض الابلكيشن عشان يقدر يرن الفايلات الاكستنشن بتاعها اس دبليو اف. اس دبليو اف ده يا شباب ستاندز فور سمول ويب فورمات، دي فايلات كده انيميشن بسيطه بتتعمل وبتترن على مين؟ على الويب براوزر. زي الناس برضو اللي مش عارفاها، مش في ساعات جيمز اونلاين بتبقى خفيفه كده زي سوبر ماريو والحاجات الخفيفه ولعب اطفال وحاجات من ديت بتترن اونلاين على الويب؟ في الغالب دي كلها معموله ايه؟ فلاش. كان طبعا كان تبع زمان شركه مايكروميديا وادوب اشتريته، فضلت محافظه على الاسم شويه وبعد كده غيرته في الاخر لايه؟ في اخر 4 سنين وسميته ايه؟ فلاش انيميشن، عشان تمحوا خالص مايكروميديا وكلمه فلاش ده تبع الشركه القديمه. ما عليه. يعني طيب السرد هو برضه بيبسطها لك ليه انا محتاج ده، فبيقول لك برضه زي ما في سيرد بايتي هاردوير ففي سيرد بايتي لايبريز، اللي هي دي بتوفر يعني اللي بتديها لك كمبانيز تانيه جنب مين؟ المانيفاكتشرز بتاعت مين؟ الابلكيشنز دي. بيدي مثال كده برضه ليك على الديسكتوب زي المثال اللي فات، لما حضرتك تحب ترن ابلكيشن ويندوز على ماكنتوش انفايرمنت، على مكنه ماكنتوش، فممكن ده بيتطلب انك تنزل بلجنز معينه. فبرضه نفس الكلام لما تيجي تران مايكروسوفت اوفيس، هو مايكروسوفت اوفيس ده مبني اساسا ده تبع مايكروسوفت او متكون بايه؟ ويندوز بلاتفورم. طيب ازاي بنرن احنا على الاوبريتنج سيستم الاندرويد الموبايلات بتاعتنا؟ فده بسبب ان مايكروسوفت لايبريز ديزايند فور مين؟ اندرويد. وهي دي اللايبريز دي بالنسبه للاندرويد وبالنسبه للحاجات دي تعتبر ثيرد بارتي لايبريز. اظن كده الدنيا واضحه كايه؟ كثيرد بارتي هاردوير وكثيرد بارتي ايه؟ لايبريز. سيستم سيرفيس ايه بقى المقصود بدي؟ دي من اسمها عباره عن سيرفيس ريكوايرد عشان ارن مثلا حاجات معينه تخص الاوبريتنج سيستم، زي ايه؟ نوتيفيكيشن مانجر اللي هي تيت تيت ذا باتري از لو، تيت تيت ذا مش عارف ذا كيبل از ديسكونكتد. هو مين اللي بيجيبها لك؟ مين مسؤول عن الكلام ده؟ برنامج فيسبوك؟ برنامج تويتر؟ لا، ده يقول لك ده مين تاسك بتاع الاوبريتنج سيستم. طب عشان اعمل الكلام ده لازم تبقى عندي مين؟ السيستم سيرفيس دي. طيب لما يجي لك تيت تيت نوتيفيكيشن او اليرت تيت تيت، ايوه في ايه؟ في اس ام اس مبعوتها لك. دي اللي بيعمل ده مسج اورجنايزر، ده احد السيرفيسز او الابلكيشنز اللي تبع مين؟ السيستم سيرفيس. الكونتاكتس، حضرتك بتسيرش عندي احمد ابراهيم، عندي ابراهيم علي، سيرش مين اللي بيبني السيرش كود بتاع الاوبريتنج سيستم اللي موجود في البرنامج او البروجرام اللي هو يعتبر سيستم سيرفيس مع الدايلنج سيرفيس وحاجات تانية كتيرة جدا اللي ليها الخلاصه لو عايز تعرفها يا امين نعرفها بمنتهى البساطه قوي. اما تجيب العده زيرو، عده موبايل ايفون اي حاجه، ايوه ايه هي البرامج الاساسيه اللي بتنزل معاك دي؟ بس هي دي اللي بيعتبر مين؟ سيستم سيرفيس. نو موبايل، مفيش موبايل، كان ورك ويزاوت سيستم سيرفيس دي. لازم في البدايه، بدايه ما تشتغل او بتاع، هي مسؤوله عن الستارت بتاع مين؟ بتاع الفوق. ماشي. طبعا بديك مثال في غير لايف هنا، زي ما تقدرش مثلا تكتب على ورقه، على ورقه بدون ما يكون معاك قلم، هتكتب بصبعك تمام؟ كل الحاجات دي باي انالوج يعني الكلام دوت، يعني عشان وايف سيرفيس طبعا از نيدد فور استابليشنج وايرلس كونكشن، دي سيرفيس اساسيه تعتبر ايه؟ سيستم ايه؟ سيستم سيرفيس تمام. بكده نبقى خلصنا لير 1 اللي هي اللير اللي في النص اللي هي الموبايل او اس، وعامل هايلايت دلوقتي على مين؟ على اللير الثالثه اللي هي الابلكيشن لير، ودي ما فيهاش غير فيه 2 ايتم
ديفايس ابلكيشن وثيرد بارتي ابلكيشن. هنلاقي هنا اخرهم ايه؟ كلمه ابلكيشن. دي بقى اللي على الوش خالص اللاير اللي فوق. اول حاجه الديفايس ابلكيشنز هي عباره عن ذيس ار بي انستولد ابلكيشنز، هي تطبيقات يعني نزلت على العده نفسها قبل كده، قبل ما انت تنزلها، ما دخلتش على الموبايل ستور ونزلني فيسبوك، ما نزلتش ودخلني تويتر، تمام؟ طيب اللي هي اللي ما فهمش الكلام ده which come up along with the purchase of your smartphone، لما جيت اشتريت العده جايه معاها. اللي ما فهمش الكلام ده they are preloaded in smartphone، وهي اللي اتسطبت مسبقا على مين؟ على الايفون بتاعك. وبيدي اكزامبلز للناس اللي معاها ابل ايفون، كل الابلكيشنز دي زي ابل اي تيون واي بلاي ستور كل ده اوريدي انستول، ولا اللي ما عنده اندرويد فونز جوجل بلاي ستور اوريدي موجود، جوجل درايف، يوتيوب، جيميل، وطبعا جوجل كروم الخنقانه بكل عيله جوجل نازله على مين؟ على الاندرويد. مع مين؟ مع العده اصلا، مش انت بت ايه بتنزلها سابقا. دي اسمها ديفايس ايه؟ ابلكيشنز. طيب ايه بقى الثيرد بارتي ابلكيشنز؟ طيب هي عباره عن اكسترا ابلكيشن، زي ار نوت باندلد الونج وذ ذا ديفايس، عكس اللي فاتت ما بتجيش مع الجهاز نفسه او مع الديفايس ده. الابلكيشنز دي بتسمح لي ان انا اعمل اكستند للفيتشر بتاع الديفايس، يعني ازود في امكانياته. زي ايه؟ يعني هيبقى بدراع زياده بكاميرا زياده؟ لا، اللي ما فهمش الكلام ده نوت بري انستولد، ما خلاص انت قلت حاضر يا سيدي. A user has to download and install it. لازم اليوزر هو اللي ينزلها بنفسه ويسطبها بنفسه. يا ترى منين؟ يا من الاب ستور يا من جوجل بلاي ستور. زي ادينا مثال. Some of the most commonly used third party application makes player واتساب، طبعا عارفينه، تويتر، فيسبوك، كل ده. وده بينزل اول ما تيجي حضرتك تشغل الفيسبوك، تشغل العده وانت جايبها جديده زيرو، بيبقى عليها الكلام ده، بيبقى على واتساب نازل لك مخصوص ولا فيسبوك؟ لما تعمل فاكتوري ست بتبقى الحاجات دي نازله؟ طبعا لا. خلاص يا رب كده الدنيا تكون ايه اوضح. هنتكلم دلوقتي على مين؟ الاركتكتشر اوف الاندرويد. الاندرويد ده طبعا اوبريتنج سيستم مشهور بيتكون من 4 layers: ابلكيشن وابلكيشن فريم ورك ولايبرز اوف اندرويد ران تايم، وتحت خالص لينكس كيرنل. فالناس اللي عارفه او ما تعرفش المعلومه دي، ان الاندرويد مبني اساسا على مين؟ على او اس البيز بتاعه هو لينكس، تمام؟ انا طبعا ايه عارفين لينكس ده يعتبر ايه يعني سمول فيرجن، يقدر يران على البي سي، ده اوبريتنج سيستم على الديسكتوب. اللي هو الكبير بتاعه مين؟ اليونكس. بس طبعا يونكس بيران على الاجهزه الكبيره والمين فريمز والسيرفرات والكلام ده اللي موجوده في البنوك. طيب نبتدي نشوف، دي رسمه مجمعه للفور لايرز، اللي فوق الابلكيشن لاير، تحتها الابلكيشن فريم ورك، تحتها مين؟ لايبرز، وتحتها مين؟ اللينكس كير. هبتدي طبعا رسمت لك كل واحده كل اتنين في سلايد عشان تبقى ايه تقدر تقراها بشكل اوضح يعني، بس هدف الرسمه المجمعه دي انك تعرف ترتيب اللايرز دي من تحت ايه لفوق او من فوق لتحت. لينكس كير اللي هو البيز بتاعي، فوق لايبرز الابلكيشن فريم ورك، ثم الابلكيشن. انا قسمتهم لك على فور سلايد، خلاص ماشي. نمسك اول واحده اللي هي من فوق الابلكيشن لير، دي هي الطب بتاع اللير بتاع الاندرويد اوبريتنج سيستم، ودي بتتكاتجرايز لحاجتين: الابلكيشن ابس، بتكاتجرايز الابلكيشن سوري او الابس اللي هي التطبيقات اللي عليها لحاجتين، تو بارتس. اول حاجه، اول جزء البارت الاولاني بيمانج بيدير لك النيتف او الديفايس ابلكيشن، والجزء الثاني بيمانج مين؟ الثيرد بارت او الثيرد بارتي ابلكيشن. فين الكلام ده؟ اهو بص، ادي الابلكيشن متقسمه نيتف اندرويد ابس وثيرد بارتي ابس. واظنك دلوقتي بقى فهمت يعني ايه نيتف اندرويد ابس وثيرد بارتي ابس. نيتف اندرويد ابس اللي هي مبنيه بالايه؟ بالحاجات الجافا والحاجات الايه؟ الاساسيه اللي بتديك فيتشرز عاليه وامكانيات عاليه تقدر تكون اي حاجه بيها. والثيرد بارتي ابس اللي هي ايه؟ بتستخدم لايبرز وحاجات فانكشنز ثانيه بتاعت مين؟ شركات ثانيه وفندرز ثانيه مش تبع مين؟ الشركه دي او ايه الحاجه دي. طيب خلاص، الابلكيشن فريم ورك اللي تحتها اللير دي هي دي اللي بتوفر لي او بتقدم لي الانفايرمنت او البيز الاساس بتاعي لديفرنت ابلكيشن ممكن ترن على مين؟ على الموبايل ده. زي ايه؟ هتلاقي فيها كلمه كلها مانجر: اكتيفيتي مانجر، لوكيشن مانجر، ويندو مانجر. ايه بقى ده؟ اكتيفيتي مانجر ده بيتراك الاكتيفيتيز اللي هي بتحصل بالابلكيشنز المختلفه،
زي ما حضرتك كده بتفتح ابلكيشن مش عارف الكونتاكت اس الاس ام اس مش عارف واتساب ايه 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 تتنقل بالحاجات دي بقت اكتيفيتي مانجر زي التاسك ايه مانجر كده اللي في الويندوز. لوكيشن مانج ودي طبعا بتبقى سنسور موجود في الموبايلات ودي اللي بتحدد الجي بي اس خلاص اللي هو جلوبال بوزيشننج سيستم بيأيدنتيفاي اللوكيشن بتاع الديفايس ده ان هو بيكونتاكت بالاقمار الصناعيه وبيبقى بيحسب اقرب المسافه ما بين اقرب 3 اقمار صناعيه ان هو بيسند سيجنال وبيحسب الافريج بتاعهم عشان يحدد مين اللوكيشن بتاعه. طيب وفي الويندوز مانجر ده بيمنتينز بقى مين إيه سوري مش ويندوز ويندوز ده بقى احنا بنتكلم في اوبريتنج سيستم ويندو مانجر دي اللي بتمنتين الكاش والريكورد اللي هي اوريدي مفتوحه فين في الابلكيشن بتاعه. طيب تاني اتنين لايرز طبعا احنا اتكلمنا اهو بس على اول سلايد الابلكيشن لاير دي والابلكيشن فريم ورك. هنبص هتلاقي كل ما فيها مانجر موجود. بص اكتيفيتي مانجر ويندو مانجر اللي اتكلمنا عنه نوتيفيكيشن مانجر يبقى ده مسؤول فيو سيستم اكس ام دبل بي سيرفيس لوكيشن مانجر باكج مانجر ريسورس مانجر كونتنت بروفايدر تليفوني مانجر. طيب اللايبرز بقى شايف كل بقى الحاجات اللي انت محتاجها بقى اس كيو لايت دي بتتعامل مع داتابيز ويب كيت اوبن جي ال الحاجات بتاعت الجرافيكس فري تايم سيرفيس مانجر ميديا فريم ورك اس اس ال اس جي ال ال بي سي تمام. وفي الاندرويد ران تايم اللي فيها الكول لايبرز والديلفك فيرتشوال ماشين دي اللي هي فين دلوقتي لايبر واندرويد ران تايم ايه ليه اللي هي دي بتستخدم عشان اتعرف على ديفرنت ريسورسز لايبرز اللي هي طبعا كل الريسورسز وكل الحاجات اللي محتاجها في اي ابلكيشن عندي. محتاج داتابيز يبقى اتعامل مع اس كيو ال خلاص عشان استور الداتا على الموبايل ابس. محتاج فري تايب لايبرري دي بستخدمها عشان مين اتعرف على الفونت اللي انا اشتغل بيها في الابلكيشن بتاعي. اس اس ال طبعا دي طبعا بتعمل سكيور كونكشن لو حضرتك هتستخدم سيرفيس للبيمنت انك تدفع حاجه او تستعمل عن حاجه. دي اللير الثالثه اللير الاخيره اللي هي لينكس كيرنل لير واللي احنا قلنا الاندرويد اساسا كوبريتنج سيستم مبني عليها. اللير دي بتهندلز الفيزيكال كومبوننت ما هي بقى قريبه بقى من مين الهاردوير اوف ذا ديفايس ازاي بتعمل مانجنج للبروسيس للميموري للباور الالكتريستي درايفر كل ده بتعتبر بنوصفها اللير دي اكتس از انترفيس بتوين الهاردوير والابلكيشن. عشان كده قلت لك اللير دي اللي فوق على طول مين اللي تحتها الهاردوير او اللي فوق الهاردوير خلاص. طيب ازاي تقدر تعرف لو معاك اي ديفايس اوبريتنج سيستم بتاع الديفايس ده نوع ايه والفيرجن بتاعه ايه؟ حل المثال هنا اللي جاي مذكور على الاندرويد مش الابل. حضرتك بتروح على السيتنجز وبعد كده بتجيب الاباوت بيقول لك الاندرويد فيرجن 6.01 وكمان ايه اللي بيديك معلومات عنه خلاص اللي هو ده الفيرجن بتاعه لا يعني اللي هو اخر ابديت سوفت وير كل حاجه كل حاجة بتقدر تعرفها. ولو تعمل هنا سيستم ابديت او تشيك هيقول لك فيه ابديت او فيه تحديث للاوبريتنج سيستم ولا لا. مهم ان احنا نعمل ابديت للاوبريتنج سيستم طبعا. نفس المثل او نفس باي انالوجي بيحصل الكلام ده لاي ايه ديفايس سواء كان بقى نوع اندرويد بلاتفورم او اي او اس بلاتفورم. طيب دي لستة بالكومن لموبايل اوبريتنج سيستم مشهورة ابل عاملة اي او اس جوجل عاملة اندرويد مايكروسوفت عاملة ويندوز فون او اس نوكيا كانت زمان الله يرحمها عاملة سيمبيان قبل ما دلوقتي تقلب ويندوز وبعدين قبل من فترة قلبت ويندوز وحاليا دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه بقى اندرويد خلاص. وفي البلاك بيري او اس ده اللي عاملاه ريسيرش ان ايه الموشن تمام. طيب دلوقتي هنتكلم على الاوبريتنج سيستمز دي بس الحقيقه احنا مصنفينها لنوعين ديسكونتينيود موبايل اوبريتنج سيستم وفي اكزيستنج موبايل اوبريتنج سيستم. دي طبعا صوره بتعبر عن ديسكونتينيود موبايل اوبريتنج سيستم ده يطلع ايه بقى ديسكونتينيود موبايل اوبريتنج سيستم هم بقى الاوبريتنج سيستم ايوه ماله بقى ده اللي الشركه خلاص الله يرحمها اللي عملته ماتت وماتت ازاي مش شرط تكون قفلت ما عملتش ابجريدز ليه وصلت الليله زي السيمبيان. السيمبيان ده كان زمان بينزل في نوكيا خلاص مات وما بقاش فيه ابديت ليه فعشان كده سميه ديسكونتينيود اوبريتنج سيستم. فالناس اللي مش فاهمه يعني ديسكونتينيود اوبريتنج سيستم means that ان there will no be further upgrades or releases ما بقاش فيه اصدارات منه ولا تحديث له. امثله لها فايرفوكس او اس بادا سيمبيان ميجو
ويب او اس، بلاك باي او اس، كل دي تفصيل بقى ونبذة عن كل واحد من دول، عن كل اوبريتنج سيستم من دول، وظهر امتى وفترته امتى وكام على اعداد ايه، هنتكلم عنه ده تشري مع بعض دلوقتي. فايرفوكس او اس طبعا اللي عملته شركة ايه، موزيلا فاونديشن، كان بينزل عليه على التابلت، على البي سي، على سمارت فون، على سمارت تي في، وكان ان اذر هاند هيلد ديفايس. طبعا هاند هيلد ديفايس اللي هي الاجهزه اللي تبقى في الايد دي، تلاقي قريبه شويه من التابلت. اهم ميزه كان فيه نوع اوبن سورس، تمام، وبالتالي اقدر ايه اي حد يقدر يلعب فيه ويغير فيه والكلام ده كله. كان معتمد على الستاندرد ويب بيس تكنولوجي، بيستخدم سوري مش معتمد، بيسبورت كل ستاندرد ويب تكنولوجي، يعني بيرن الحاجات ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، بيعرف يقرا كويس. لانشنج بتاعه كان في فبراير 2012 لحد وانتهى الله يرحمه في ديسمبر 2014 خلاص. وحصل له اوفرنج ل 14 اوبريتور واتشهر في حوالي 28 كانتري. طيب على سبتمبر 2016 خلاص موزيلا ديكليرد ذات انها هتستوب الديفلوبمنت واللانشنج بتاع مين، الفايرفوكس او اس للسمارت فون. دي كانت نهاية أول operating system للموبايل. بعد ده تاني واحد، وده برضو كان موبايل operating system اللي عملته سامسونج. الكلام ده قدمته في 2010 تحت اسم سامسونج ويف خلاص. ده كان first smart phone، ده الديفايس نفسها تاني سامسونج ويف، ده مش اسم operating system، دي عدة، دي الديفايس اللي ركبت عليه الباد او اس او نزلت عليه الاوبريتنج سيستم ده. طبعا كان بيسبورت فيتشرز زي 3D جرافيكس، المالتي بوينت تاتش، والابلكيشن داونلودز وحاجات تانية كتير. حصل لانشنج في 2010 والله يرحمه، في 2013 اعلنت الشركة سامسونج انها تستوب ديفلوبينج الباد. بقى اللي بعد سيمبيان، وده طبعا معرفة شخصية عشان كنت اشتغلت يعني من اول الناس اللي كانوا الناس تستخدم اجهزة نوكيا بالفيرجنز بتاعتها القديمه لما كانت غايه قبل ما مايكروسوفت تاخدها. وكان اوبريتنج سيستم ده كان هاي ليفل فانكشناليتي بتاعته، وبيعمل مانجنج البيرسونال انفورميشن، وكان بيسمح بالترانسميشن وايرلس سيجنالز، وبتقدر تشوف فيه ميل بوكس وتقدر تعمل عليه، كان في عليه ابلكيشن ظريفه وجيمز برضه ظريفه خلاص. حصل في كوبريشن للسوفت وير ده والمانيفاكتشر مع كامبانيز زي الاريكسون والموتوريلا والنوكيا، تمام، يعني كذا شركه كانت بتعتمد عليه، يعني مش بس نوع معين من الموبايلات. سيمبيان فاونديشن دي كانت حوالي في اخر 2010، ونوكيا بس هي اللي فضلت ايه محتفظه بيه وتعمل له ديفلوبمنت لحد اخر حاجة عدة الله يرحمها نزل عليها سيمبيان، كان اسمها نوكيا 808 بيو فيو. طيب ميجو ده اوبن سورس طبعا الله يرحمه، اول ما هو ديسكونتينيو خلاص عم بقاش له سبورت ومات. ده موبايل اوبريتنج سيستم ببني على اللي كان بيعمل له ديفلوبمنت لينكس فاونديشن للشركة، تمام. وده طبعا موبايل بنزل على موبايل فون، كان بيسمع ونزل على عدد زي نوكيا وانتل، هي اللي عملت لانشنج الميجو تيم زي واحد، كان ده في 2010. وعلى سبتمبر 2011 اعلنت وفاته خلاص، discontinued in favor of TZ. ده نيو موبايل اوبريتنج سيستم، زي اوبريتنج سيستم تاني ايه مكانه استعاضوا بيه عن مين، عن الميجو ده. في الويب او اس ماشي، وشركة بالم انستيتيوت، ودي كانت في يو اس بيست كومباني، هي دي اللي اوجينيتو او اللي هي دي اللي اسسته، اللي هو الويب او اس موبايل اوبريتنج سيستم. ده كان السكسسور لبالم اوبريتنج سيستم، ولكن بعد كده اتش بي هي اللي حصلت على مين، اشترت بالم دي، ومعروف الان بمين، بويب او اس في قلب الاتش بي كومبوزيتوري. والاتش بي بعد كده عملت دبلوي للويب او اس ده في اجهزه كتيره، في سمارت فون، في التاتش، في اتش بي تاتش باد، ورن كمان على لينكس كيرل. البلاك بيري او اس وده معروف برضو، لان الديفايس بتاعت البلاك بيري
مشهورة ومعروفة وكانت لها فيتشرز مميزة خاصة بيها، اللي عملت ديفلوبمنت ريسيرش ان موشن، هي اللي قدمت بلاك بيري او اس وعملت له ديبلويمنت خاص وبقى بوبيولار على البلاك بيري فونز تحديدا. وبرضو كان بيبقى كومباتبل مع المايكروسوفت اكسشينج ولوتس دومينو ونوفل جو وايرس ايميل. بعد كده تم اعلان وفاته مع البلاك بيري 10، ده كان اخر ريليس. طيب دول الناس اللي ماتوا. الناس اللي موجودين بقى الاكسيستنج موبايل اوبريتنج سيستم، عندنا الاي او اس، اندرويد، ويندوز 10 موبايل، سيلفش او اس، تيزن، واوبونتو اي تاتش. نتكلم برضه بسرعة كده كل واحد. الاي او اس طبعا معروف، ده شركة ابل هي اللي عملته، طبعا بينزل على عدد الايفون، وده طبعا ايه حكر لها ما بينزلش على عدد تانية. اوبريتنج سيستم مانيفاكتشر بتاعه كويس، بيعتمد له فيتشرز كويسه، نزل على كل الديفايسز بتاعت ابل زي الايفون والايباد والايباد 2 والايبود تاتش، كل الحاجات دي خلاص. الاي او اس موبايل اوبريتنج سيستم ده حصل له اكستند باستخدام ماك او اس اكس اوبريتنج سيستم الخاص بمين بابل. بالنسبه لاندرويد طبعا معروف وبينزل على موبايلات كتير قوي، وده developed by جوجل. جوجل طبعا لغاية رسم الاوبن سورس والفري سوفت وير خلاص، بيسمح لي ان انا انزل عليه ابلكيشنز كتيره، عشان كده دايما تلاقي الجوجل بلاي ستور عليه بسم الله ما شاء الله عدد الابلكيشنز الكبيره جدا. تمام، على طول له ابديتس وانهانسمنت وتحسينات، ودي الاندرويد فيرجنز اللي نزلت طبعا اساميها لحضراتكم اكيد، كل واحد معاه سمارت فون بيزد على الاندرويد اكيد عليه اوبريتنج سيستم ايه بالاسم ده. الويندوز 10 موبايل اوبريتنج سيستم ده يعتبر احدث فيرجن من الويندوز اوبريتنج سيستم ديفلوبد ماي مايكروسوفت، نزل على الحاجات ديفايس بتاع مايكروسوفت كلها، من اول سمارت فون والديسكتوب كمبيوتر والتابلت والسيرفس بتاعها نزل عليه ويندوز. تمام، الكلام ده حصل لانشنج في 2015، واخر عدد نزل عليه اوبريتنج سيستم كان موبايل يوما 950 واليوما اكسل واليوما كام 550. السيلفش او اس ده برودكت الجولا انستيتيوت، اللي برضه بيبيست او بيعتمد على لينكس كيرنل، واتحط على السمارت فون والتابلت بتاع جولا الشركه دي، وكان بيتارجت ان هو يعمل كنترولنج للسمارت بيلدينج اكوبمنت، ده كان هدفه. ولكن دلوقتي حصل اكستندد فيرجن لميجو او اس اللي هو ديفلوبد باي مين من نوكيا وانتل. التيزن موبايل اوبريتنج سيستم ده اوبن سورس فليكسبل اوبريتنج سيستم، له تارجت ان هو يعمل يسيرفس او يخدم على اكتر من requirements في الاندستري، موبايل اوبريتورز، ديفايس مانيفاكتشر، سوفت وير ديفلوبرز. بيركز اكتر على الديفلوبمنت بتاع اليو اي واليو اكس يوزر انترفيس، عشان يحاول يحقق الريكويرمنتس بتاعت اليوزر ويلبي طلباته. سامسونج دلوقتي هي اللي واخده التي زد ده عشان تعمل له ديفلوبمنت وتظبطه. في حوالي سنه في يناير اول 2015 سامسونج ريليزد التيزن بيست سامسونج زد 1 موبايل فون. في الكلام ده كان فين؟ في الهند. الاوبونتو تاتش ده موبايل اوبريتنج سيستم، ده ديفلوبد باي كانونيكال انستيتيوت خلاص، والفيرجن بتاعه معتمد على الاوبونتو اوبريتنج سيستم. كان بيتارجت التاتش سكرين ديفايسز، طبعا بقى بتشمل سمارت فون، تابلت، كمبيوترز، الهاند هيلد ديفايسز. في سنة 2011 تحديدا في شهر اكتوبر تم الاعلان على تابلتس وسمارت فون وسمارت تي فيز، كل الحاجات دي بتشتغل بمين، وسمارت ريست باندز اسابه وسمارت ووتشز بتشتغل بين بالاوبريتنج سيستم ده. طبعا الاوبونتو ده ماشي كويسة كاوبريتنج سيستم حتى للبسيات العادية
يعني ستيبل ولو السبورت بتاعه. وجه مع سامسونج جالاكسي اس 4 جوجل اديشن ونكسس 4 فونز نزل على الموبايلات دي. اول ما نتكلم على الموبايل اوبريتنج سيستم تايبس تاني، يعني احنا مش صنفناها الاوبريتنج سيستم ناس ماتت وناس عايشة، ايه التصنيفة التانية دي؟ الناس التصنيفة دي مش هنرغي فيها كتير، هو نفس اللي فاتوا بس هنصنفهم من ناحية مين اللي اوبن سورس ومين اللي حك للشركة دي او مش اوبن سورس. فالاوبن سورس طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو بنسميه ايه، الكلوزد سورس عكس اوبن كلوز. التيزن والبلازما موبايل والفاير فوكس او اس والسيلفش او اس والاوبونتو، كل دول اوبن سورس اوبريتنج سيستم. اللي بفلوس وكلوزد اوبريتنج سيستم الاي او اس، بلاك بيري او اس، سيمبيان، بادا، بالم او اس. تمام. طيب ايه بقى ده؟ ده الترند بتاع الفيروس موبايل تابلت اوبريتنج سيستم. شوف بقى الناس طبعا اعلى ترند واعلى استخدام هو الاندرويد، يلي الاي او اس، بعد كده مين؟ الويندوز فون، والسيمبيان في الاخر خالص. كل ايه معظم الشرطات تحت تحت تحت، ان في منها ايه اللي مات. الخلاصه ان طبعا الموبايل اوبريتنج سيستم دي حاجه مهمه جدا، والبلاتفورم بيحتاجها الديفلوبر عشان يقدروا يديفلوبوا الموبايل ابس بتاعتهم، وبعد كده يعملوا لها ديبلويمنت او بابليشنج على الماركت والناس تقدر تنتراكت بيها. دلوقتي الموبايل اوبريتنج سيستم بقت كمان مش بتخاطب بس الموبايلات، لا كمان بتنزل على التابلتس والسمارت تي فيز والكاميرز والسمارت ووتشز والبريسلت، حاجات تانية كتير. أكتر أوبريتنج سيستم دلوقتي مستخدمة هما حاجتين الحقيقة، دول الطب لأبل أي أو إس والجوجل أندرويد. تمام. الموبايل أوبريتنج سيستم في ريسيرش إن موشن اللي هو غيم اللي هو البلاك بيري أو إس ومايكروسوفت ويندوز، دلوقتي بقى أسهمهم تحت وبقوا يعني شبه بيختفوا وهيموتوا. تمام. وتعتبر الموبايل فونز في الهند، تعتبر تاني دولة بعد الصين اللي هي عندها أكبر عدد من الموبايل يوزرز اللي بيستخدموا السمارت فون والتابلتس بيعتمدوا عليهم في حياتهم اليومية. شكرا لحضراتكم. Thank you.